السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معاكم خبز القمح الصحي ومفيد ويجي بنين على الاخر. كان عجبكم خبز اليوم وعجبكم محتوى القناة ما تنسوش باش تشجعوني، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس، بارطاجوا الفيديو بين الأهل والأحباب، وجزاكم الله خير بارك الله فيكم. نشوفوا المقادير متاع خبز القمح. عندي كيلو قمح كامل، فيه النخالة وفيه البتشيش وفيه الفارين، يعني هذايا قمح كامل. وعندي مغرفة ناقصة شوية خميرة، خميرة فورية متاع خبز. نحرك الملح والخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الماء الدافي زيدوا بشوي بشوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نعجنوا بالمغرفة، مشنا باش نعجنوا بيدينا. كملت الخبز القمح، عجنته، شوفوه كيفاش يجي، يجي طري ما يجيش يابس، يعني كي تعجنيه عجنيه طري شوي كيف هك، يتهز بالمغرف. بقيت 10 دقائق نعجن فيه حتى لين تأكدت انه تعجن مليح. توا نخلو العجينة ترتاح، نغطو العجينة كيف هكا ونخلوها كل نص ساعة نحركوها مر. العجينة ذي كي نعجنوها نصبرو عليها كل نص ساعة نحركوها مر. بعد 30 دقيقة نعاودو نحركو عجينة الخبز، عجينة القمح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحركوها ماذا بينا من الجناب الكل باش تطيح خميرتها وتزيد مثلا تتعجن مليح. نخلوها ترتاح مرة أخرى نص ساعة ونعاودو نغطوها باش نحركوها مرة أخرى. حركت العجينة 4 مرات وتوا المرة الخامسة كي طلعت، غير ما حبيتش نطول لكم الفيديو. هذه الكوكوت باش نطيب فيها، فرشت لها ورق الزبدة من تحت ودهنت جنابها ودهنت القاع متاعها الكل بشوية زيت. توا جبت شوية فارينة بليت يدي بشوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهز بشوي بشوي عجينة، شوفوا معي، ونحطها فوق الفارينة ونلمها شوي لين تحصل على كيما القرصة ولا كيما الكرة صغيرة. شفتوا معي؟ ونزيد ندورها فك الفارينة. عجينتها تجي طرية، راهي العجينة باش تنشحلك الوصفة هذه لازمك تجي العجينة طرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطوها في جنب من جنب الكوكوت، نزيد باليدي بشوية زيت ونزيد نهز واحدة أخرى. حطيتهم تاو الأربعة كيف هكا، تاو نشد سكينة تبدا ماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحللها الفوقاني نتاعها كيف هكا، عندي تاو شوية جلجلان وشوية سينوج حبة البركة، نذر فوقهم شوية هكا. يعني سخون الفرن مسبق ونخلوه على درجة حرارة 180 15 دقيقة الأول، وال15 دقيقة الثانية نحولها الغطاء، نحطوها تو بالغطاء كيف هكا 15 دقيقة
وبعدها كش نحو لها الغطاء 15 دقيقة التالية باش يطيب وجه. نهزو تاو نحطوه على فرن ساخن مسبق وفت 15 دقيقة. لولا حبيت نفكركم ان الكوكوت يلزمها تنحى الغطاء نتاعها ولا الاناء اللي تطيبوا فيه الخبز باش ال 15 دقيقة الثانيين يبقى الخبز عريان باش ياخذ الوجه الفوقاني نتاعو. ان شاء الله تكون المعلومة هذه فهمتوني فيها، خاطر ما يلزمش الكوكوت ولا الاناء اللي نطيبوا فيه الخبز في الفرن يبقى مغطي، يلزمنا نحوه وتبقى 15 دقيقة اخرى باش ياخذ اللون الوجه وتطيب من داخل مليح. نهزها تاو نحطها في الفرن ونزيد الفرن ما هو على 180 درجة ال 15 دقيقة الأولى، تاو نحطو في 220 كيما موالفة نطيب في الخبز. الخبز نتاعنا حضر، خبز القمح، هذه الخبزة الكبيرة اللي عملتها معاكم، وهذه بقية العجينة عملت خبزة أخرى صغير كيف هاك، حبيتها تجي من غير باب، يعني عملتها بلا، وهذه الخبزة الكبيرة، شفتوه اللون نتاعها طايبة، كي تلمساها تبدا تعمل الحس، تبدا تطبطب يعني تبدا معظمة من فوق. ولونها احمر كيفك يعني راهي طايبه، شوفوا الظهر نتاعها طايبه الحمد لله. ان شاء الله يعجبكم خبز القمح الكامل وينال رضاكم. هذه كيف كيف، هذه خبزه صغيره ما حبيتش يجي فيها البابا، سمعتوها كيفاش يعني قلبها ووجهها طايب. نحلو تو الخبز مع بعضنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الخبز طايب بحولها، يعجبكم وتعودوا تعتمدوه في الخبز متاع الدار متاعكم، نافع وصحي للكبار وللصغار. ان شاء الله يعجبكم خبز اليوم وينال رضاكم. الى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.